بيان محترم جدا مفيهوش خروج عن النص، وبيان قوي جدا يحفظ حقوق النادي الاهلي. النادي الاهلي قال على مطالبه وقال على احتجاجه بشكل محترم جدا وفي بيان، و الموضوع ده والكلام ده راح وسلم لاتحاد الكره، لا بصوت عالي ولا بخناقات ولا بدوسه، لكن هي بنود صريحه ومعروفه. الاخطاء صعبه جدا، والاخطاء ده مش مجرد ضربه جزاء لم تحتسب او تسلل او هدف لم يحتسب من تسلل، دول ثلاث نقاط في منافسه مهمه جدا، ثلاث نقاط في منافسة ما بتخسرهمش كورة، لو خسران كورة مفيش مشكلة. في نفس الوقت إن مبدأ العدالة مش موجود، وإذا افتقد الدوري لمبدأ العدالة التحكيمية انتهت كل حاجة. واضح جدا من البيان نقاط معينة. الأهلي ما بيطلبهاش لنفسه، الأهلي بيطلبها لكل فرق الدوري. مبدأ العدالة التحكيمية للكل وللجميع. النادي الاهلي كمان عنده الاستعداد انه يتحمل تكاليف اطقم الحكام الاجنبيه في الفتره الجايه لو الموضوع هيستمر بهذا الشكل. كلام مهم جدا، لكن يا امير لسه معانا كلام اكتر اهميه، وده اللي حصل بعد المباراه اللي هقوله لكم ده صعب تسمعوه في اي حته، هتسمعوه هنا بس. كابتن ابراهيم نور الدين بعد المباراه بعد ما شاف ضربه الجزاء، هذا الكلام حصل، قال للمساعدين انتوا غرقتوني، وقعد يقول لهم انا مصدوم. انا بقول الكلام ده على مسؤوليتي الشخصيه، انا مصدوم، انا مصدوم، ازاي دي ما تشافش ازاي. ابراهيم نور الدين الحكم اللي قال لرئيس لجنه الحكام توقفنا انا ليه؟ انا اتعرض لايقاف ليه؟ هو انا غلطت في ايه؟ اتنين مساعدين هم اللي غلطوني وغرقوني. ازاي؟ النهارده الموضوع تعدى، يعني 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 ايه الربط اللي بيربط الحكام مع بعض؟ ايه الربط اللي بيخلي فيه ربط بين الحكام؟ النهارده لما يبقى حكم المباراه طالع وبيتكلم لجنته وبيكلم الناس في لجنه الحكام ويقول لهم أنا غرقت، المساعدين غرقوني، عليك دور يا كابتن إبراهيم برضه. ولكن أمور كتيرة جدا. لجنة الحكام اتكلمت معاه في طرد الشناوي. وأنت ما طردتش الشناوي ليه؟ قال لهم أنتوا عارفين القانون، في فرق بين الضرب بدون كورة وده طرد، وبين الدفع. والدفع ده بيستوجب إنذار. وقال لهم قد، أنا بقول لكم بنقل لكم كلام، قد يكون الشناوي كان يستحق طرد. برضه ما فيش مشكلة لو الحكم شايف الإجراءات وماله، أنت شايف قرار طرده، لكن في هدف، في ضربة جزاء، أعتقد إن هم صعبين جدا. طيب بعد الصدمة اللي شعر بيها كابتن إبراهيم نور الدين، وبعد المساعدين لما غرقوا الحكم وده كلامهم في الغرف المغلقة ومع بعض، أنتوا غرقتوني، أنا مصدوم جدا، وصدمة كبيرة جدا لإبراهيم نور الدين لما شاف الهدف. وبعدين ماذا سيحدث؟ ليه بقى الكلام إن 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 هي دي الإمكانيات والعقوبات لازم تبقى يعني مش معلنة والأمور لازم، خلينا في شفافية شوية. الأمور بقت خلاص والأخطاء التحكيمية على الأهلي وعلى غيره، لكن كترت قوي، ما هي بتضر بالمسابقة. لصالح مين؟ لصالح مين؟ هو احنا النهارده هنتكلم بقى في طب ضربه الجزاء دي؟ ما انا اقدر اقول النهارده الحكم اللي بينه وبينها يعني ما فيش متر، امور صعبه جدا. لكن ده كان يا امير تحديدا الكلام اللي دار في ال 48 ساعه الاخيره بين لجنه الحكام وبين الحكم وبين المساعدين، واللقطه هي يا امير قدامنا شايفينها. طب يا استاذ ادم، يعني مع احترامي الشديد لكابتن ابراهيم نور الدين وان هو بيقول للمساعدين انتوا غرقتوني، طب ضربه جزاء زي دي هو محتاج المساعدين يقولوا له عليها؟ شوف ما هي دي واضحه جدا اصلا، يعني هو الراجل كمان مش واقف بعيد، ده هو على حدود منطقه الجزاء تقريبا. طب وبعدين على فكره في كادر معين، في كاميرا معينه يا عادل بعد اذنك يا استاذ برجاوي،
لو ينفع في كاميرا معينه جايبه لنا ابراهيم نور الدين وهو خلاص كان هيصفر ضربه جزاء. انا لسه شايف اللقطه دي النهارده عندنا في القناه هنا وهو خلاص هيصفر ضربه جزاء. طب ما صفرتش ليه؟ اللي خلاك تتراجع؟ دي كره باينه جدا. اتعرضت في ملك وكتابه الكابتن عادل كعب استاذ ابراهيم المنيسي اللقطه. الكره من اولها كانت في وسط الملعب، لما اتشاطت طوليه كان اقرب حد ليها هو الحكم الخامس او الحكم الاضافي. تمام. المسافه اللي جه فيها الكابتن ابراهيم نور الدين مسافه طويله جدا، لكنه كان هياخد قرار ما ساعدوش فيها، طبعا يسال عنها 100%. بالظبط. لكن كان الاساس فيها في اللعب ده عشان نكون طبعا محقين، وده الكلام اللي مخلي كابتن ابراهيم نور الدين يتكلم مع كابتن عصام بتاعه ويقول له انا توقف ليه؟ انا 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 ذنبي ايه في غلطتين؟ لكن هي طبعا المسؤوليه جماعيه هنا ليه؟ لان النهارده انت بتتكلم في حكم اضافي اقرب واحد خالص. لا يعني ولا اماءه ولا حركه ولا تصرف. لا والغريب ولا إن حاجة. هو الغريب انه واضح انه مركز جدا. بص 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 هو باصص ازاي وتركيز شديد جدا. لا طب انت طالما انت مركز بين لا 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 طالما انت مركز ما حسبتهاش ليه؟ والنبي يا امير ما تقولش مركز يعني مركز دي اصل مركز. لا بص اسلوبه يا استاذ ايهاب باين ان هو مركز تقريبا باين ان هو واحد عارف شغله كويس قوي، لكن هو واضح ان هو مش عارف هو واقف ليه اصلا. بص يا امير بص يا امير برضه عشان طبعا كل الاحترام والتقدير طبعا لكل الناس طبعا والحكام كلهم احنا بنتكلم من الناحيه المهنيه، لكن هنا واضحه يا امير ان الراجل بص على الكوره بس، هو مركز في الدورة الكرة المدورة دي شايفها باصص فيها وعينيه فيها، لا بقى شايف الاثنين لعيبة وبتاع. وطبعا مع احترامي لاعب الانتاج متجرأ جدا متجرأ جدا، خد بالك ان اللاعب يبقى شايف ان الحكم مفيش، هو مفيش متر مفيش متر اهو مفيش متر. هو معاذ الحناوي وهو قايم كان حاسس ان الكرة اصلا هتتحسب ضربة جزاء. مفيش، هي واضحة، هي القصة كلها يا جماعة واضحة. ايوه ده الكادر اللي انت ايوه هو ده الكادر فيه مظبوط. هو ده هنا وصوله طبعا متاخر. طيب لان الكوره كانت سريعه جدا، هو حط الصفاره بس ما خدش قرار. ايوه نرجع سنه كمان يا جماعه، نرجع سنه كمان. ايوه بص 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 على ابراهيم نور الدين، بص على كابتن ابراهيم نور الدين. كويس. بص بص الصفاره فين اهي. كويس. في بقه. حلو. مستني يعني هو ايه؟ طبعا هنا غلط، بس مستني هو اشاره او ايماءه من الحكم الاضافي، وهو لو استنى 20 مره ولو اذاره قام واللاعب وقعه تاني واذاره قام واللاعب وقعه تاني، ما اعتقدش ان الحكم الاضافي ما هو هيكون عنده قرار، لان يبدو امير كده ان احنا بنكمل عدد. انا اسف جدا بالزبط. احنا بنكمل عدد. بعدين هو شايف الرؤيه يا استاذ ايهاب، الرؤيه بالنسبه له واضحه جدا. ده واحد يعني لو الحكم الخامس ده ما كانش من سنه ولا من سنتين ما كانش موجود الحكم الخامس ده ما كانش هيحسب ضربه الجزاء دي برضه. لا وفي لاين مان، وبعدين في حاجه كمان، هي في اي حاجه تعوق الحكم الاضافي او الحكم الخامس؟ انا نفسي اعرف مش عارف. يعني في اي حاجه اهو، في اي حاجه تعوقه؟ وشايف هل هو بيوسع هنا للعيبة هتقع وانت شايف الوضع تماما والكرة اهي؟ لا مش ممكن يا جماعة، يا جماعة بجد الموضوع مش محتاج يعني تعدى قصة انك تتكلم في لجنة الحكام. هو لجنة الحكام محتاجة ان هي بس تعرف او تعلم الحكام بالذات اللي واقفين على اللاين دول، يعرفوا ايه وظيفتهم بالظبط يا استاذ ايهاب. هي يعني هي طبعا الموضوع كبير جدا والخطأ واضح جدا، لان شفنا ضربات جزاء كتير جدا في المسابقة بالاحساس. احنا مش عايزين نقول ده بقى خدها بالاحساس، لا، لكن شفنا في حاجات منها طلعت صح وفي حاجات طلعت مش مظبوط. لما تبقى ضربه جزاء بهذا الشكل، انا كنت اتمنى ان لجنه الحكام هي اللي تطلع وتقول يا جماعه احنا عندنا اخطاء. لا ده انت عندك اخطاء كبيره قوي، انت عندك مشكله كبيره جدا. بالمناسبه يا استاذ ايهاب خليني اقول لك معلش بدون مقاطعتك. اتفضل. هو بس الاخطاء مش كانت على النادي الاهلي في هذه المباراه، احنا بنتكلم بحياديه تامه. قصه محمد الشناوي بصراحه منتهى الصراحه يستحق فيها الطرد عشان الاسلوب اتكلم بيه مع الحكم، هو الحكم ما عندوش جرأه ان يطرده. طب دي مشكلته برضه، ما هي دي مشكله من ضمن المشكلات الخاصه بالحكم ابراهيم نور الدين. حته يعني الحديث عن محمد الشناوي وطرد، وطبعا دي في عقوبه في النادي الاهلي، دي خلاص بالظبط. وطبعا في امور مش هتشوفها في الملعب تاني بشكل كبير، وفي امور جديده على الفرقه اعتبرها انتهت تماما. واذا كان راى الحكم ان الشناوي يستحق الكارت الاحمر فهو الشناوي يستحق الكارت الاحمر، دي حقيقه. واحنا على شاشه قناه النادي الاهلي والراجل قال لك ان هو هنا دفع مش ضرب من غير كره يستوجب الكارت الاصفر، ولكن هو برضو لما اتكلم مع لجنه الحكام قال انا لو ليا غلطه اتسائل فيها ان انا ما طردتش الشناوي بعد حديثه معايا. ده الراجل، انما الراجل مبرئ نفسه من الخطا التسلل ومن ضربه الجزاء، لا بيتكلم ان ده لاين مان وبيتكلم ان ده حكم اضافي. انا بقول ماشي، ولكن في نفس الوقت في مسؤوليه هنا. النهارده طاقم التحكيم اللي بينزل ما عندوش تجانس في المباراه، طاقم التحكيم اللي بينزل
مفيش لغه بينه وبينه. انا ما اعرفش هل السماعات اللي بتتحط في الودان دي يا جماعه شغاله ولا لا، اشك مليون مره انها شغاله واشك انها ديكور كده. لا هي تقريبا مش شغاله على فكره، فتره من الفترات شغلوها عن طريق الخطوط عشان تبقى عارف يعني، اكيد انت عارف المعلومه. شوف احنا بنقول ملهاش لازمه بقى، لكن بجد يا جماعه بجد انا بقول لجنه الحكام وانا بحترم كل الناس واحترم الكابتن عصام عبد الفتاح وهم عارفين ده كويس جدا، لكن لازم نعترف ان في خلل في المنظومه. وبقول حاجه ثانيه واقتراح يا ريت ناخد بيه بقى، ما بلاها بقى من الحكم الخامس او الحكم الاضافي، ماذا اضاف غير اكتر من المشاكل؟ يعني النهارده حكم الملعب بيعتمد عليه اكتر وبيغرقه اكتر. الراجل بيقول يا جماعه ابراهيم نور الدين انا اول ما شفت الكوره في الاعاده قال لهم انا مصدوم جدا، انا مصدوم انتوا غرقتوني. عموما التقرير كان وافي، ولكن اكيد لازم امير اشوف باقي الاخبار اللي عندك والتقرير وعندنا ايه النهارده في الاهلي.